مدير اتصالات الجزائر بولاية ديالبا السيد بومخ ياسين، نرحب بكم معنا سيدي. شكرا، مرحبا بكم أيضا. إذا سيد بومخ، كما هو معروف اتصالات الجزائر اليوم أصبحت شريك يعني مهم بالنسبة للجامعة الجزائرية، ليس فقط على مستوى ولاية ديالبا ولكن على القطر الوطني بالنسبة لي كل تقريبا كل الجامعات، هناك شراكة وطيدة بين الطرفين. حقيقة اتصالات الجزائر تعمل مع الجامعات خاصة هنا في جامعة قالما، حيث نعمل على مع معهد الإعلام الآلي، وكذا التربصات التي يقوم بها الطلبة في اتصالات الجزائر. هناك يعني اتفاقية بين جامعة قالما واتصالات الجزائر. حولنا الآن العمل أو التربصات للطلبة طلب جامعة قالما إلى إنتاج، وهذا هو الشيء الإيجابي في هذه الاتفاقية وهذه التربصات، نعاد الطلبة جامعة قالما أنجزوا لنا يعني عدة تطبيقات اللي الآن رانا نستغلها في العمل اليومي عندنا. ربما سيد بومخ كذلك هذه التربصات اليوم أصبحت جزءا مهما من المسار التكويني للطالب، يعني من الناحية التطبيقية الجانب التطبيقي. بالفعل هذه نقطة إيجابية ويجب أن نقف عليها ونشجعها تثمينها وتوسيعها كذلك. نعم، وتسهيل الطلبة الولوج إلى المؤسسات خاصة المؤسسات الاقتصادية، وهذا من أجل يعني المشاركة في بناء الجزائر الجديدة. أكيد.